حقق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة إنجازا غير مسبوق عندما أطاح بالمنتخب الفنزويلي بنتيجة 3-2 برسم ثمن نهائي كأس العالم المقام بليتوانيا. الأسود وبدون مقدمات دخلوا في صلب الموضوع عن طريق نجم المباراة الأول وبدون منازع سفيان مسرار الذي زف الخبر الصار لكتيبة الإطار الوطني هشام التكيك بهدف أول عند الدقيقة 2 من عمر المباراة. رد فعل المنتخب الفنزويلي جاء قويا من رجل اللاعب فيامبوت الذي عدل الكفة لأبناء المدرب الفنزويلي فرنانديز. فرحة الفنزويليين لم تدم طويلا لينجح بعد ذلك سفيان مسرار من إدراك الهدف الثاني له شخصيا وللمنتخب الوطني المغربي، وكان بإمكان العناصر الوطنية الخروج بأكثر من هدف خلال الشوط الأول، لكن التسرع وانعدام التركيز أمام المرمى حال دون ذلك لينتهي النصف الأول بتقدم أسود الأطلس بهدفين لهدف واحد. في الشوط الثاني دخل المنتخب الفنزويلي بضغط عالي محاولا إدراك هدف التعادل، لكن وجدوا أمامهم سدا منيعا. الأمر يتعلق بالحارس المغربي رضوان خياري الذي تألق في أكثر من مناسبة. سفيان المسرار يواصل زف الأخبار السارة للجماهير المغربية بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 31 من عمر اللقاء. بعد ذلك تمكن اللاعب الفنزويلي فرانسيا من تقليص النتيجة بهدف ثاني، لكنه لم يكن كافيا للعودة في المباراة ليعلن بذلك الحكم البحريني عن نهاية النزال بتفوق مغربي وبفرحة عامت قاعة زاغريو وسط مشاهد ستبقى عالقة في ذهن كل مغربي. المنتخب الوطني المغربي سيواجه في دور ربع النهائي الفائز من لقاء البرازيل واليابان.